قلني هدانو دمني هدانو داو عني هدانو دتك يدي في ديني حرية دي عن دوريني إيا مدحبنا ندي عن دوريني إيا قرادة يدي عنو صبرني ثلاثة يدي ودي بني مستقبل كيدي ودي بني عرورتا يدي والله إني ولا الله يا والله إني دتك يجي وفي ديني إسيرا وعنو هالي إسيرا وعنو كل مي يعني كوكا صونا ني هدا يوحي كاني إن نتبم يالك هالله دتك يا بيا شود للايي ويلا شودي للايي هو يوين كود للايي ورددو دي للايي ولا الله دي للايي أن إسن قرة أو ويل كيسو دينتاي أو دقال خاكو دينتاي إيا إسن قرة أو ولال كيس دقال خاكو دينتاي آنو تشيرين يا وحالا كياني إن أن لدي نلقو فرعادو نتبا ميالك حدوه هذا هو ده اللي سوم مريوه لقا فرحيو إسن إم يعدوجي آد إيا آد إيا آد بانو غحنا إلا حالي إلا شالي وحا أي نمكي اسمدها اسمدي دوبهانت أي هودا يسوم مرينا يان إيو وحا آن قبنو إيو وحا آن ودك وصوى مرري إيو وحا نودتك يجي وفي ديني كلا لبي نغط وحا ليه اسمدي دوبهانتو ويلاشي ندقالك كومدبن كلين كوان نشين كومدبن ولا الذين كومدبن كوي يجب أن نفديني شرف قدرتك يا شرف قدرتك يا شرف كي نبو فديني نما قبطوه إن نبو فيقرتان نما قبطوه إن كين بم ملك هذا نما قبطوه إن هو ذا يسوم مريسان هذا الله ما قبطوه دتك عين كاس أن لغا خسارة قبلة أن لغا دتك يجويني ميدان وين دكتي مي بايدي في يو وحان ليه جماهيري ميلا تورتان با ارنكا هوسو ايغا اسي مدن انا انا مغران او وحي ندوني ني دهدان او وحي نوغتالي ني دهدان او وحي نوغبنا اي دهدان موياني سيداي دونان يي نوغو سحسعون جماهير تساسان ليه ملك استوى تورتان وحال لغا فرحيي عدوي وحال لغا فرحيي SNM وحال لغا هودا ايال ليسو مريا هذا وغف غار بعيد با كده هذا الشيء غار بعيد با كده هذا الشيء من نقبطة من نقبطة نمقبطة من ننسدي من ندوني اسم قرى بقول كنو دولار بحيي متر maalkii dadka iyo dadkii dadka yagiibaan wadanka ku xoreen ma dhici doonto in midkiinba meel ka hadlo ma dhici doonto inaad nagu falaadaan ma dhici doonto inaad SSC ka hortimaadaan ma dhici doonto inaad maamulo eegtaan dalkan SSC baa leh harti baa leh xoreystay xoreysanaya كفلان ننبت جليا اما اسككين قبانين قرادادا وحان لان ما قراتاتين ما مدحلقا مدباتين مسا سياسيين باتي ما عايدو كومراي سياساتا حاجاو سامرتين فلاها كرابحة سياساتا ادا سياساتا الله اقمضي سياساتا هلو داي شد سلاه ابانو قامان عسومات بانو قبرنا وحان لكو هذا اللي تشيف عاقل له هذا اللي ذا يدي اللي مسود دي هوس دي ديجين إيهو حوضا يسوم برينا يا هذا الكيكالي و إيهو هذا يا أيه سو ساري معانونا معانونا سي هذا الكيه غو حدار سي هذا الكيه غو حدار مركي أنه هذا الكي يوم مناسبة دي كبح نبي يجي
انتي هذا الكيجي هوس دردجين هذا اللوذي ميديا سومري وابا ميديا ميديا الله سعنو بدي قرد دالي صحافة الله سعنو بوح لقاها اللي كرم ماه حرية وقوم مالي ايه قول ايه افرنته سياسة دي بفراء قولت شران داد كيجي داد كودين وونوليه داد كيجي نوا وكبح لا احترامي مايان نقاقح شول مايان نقادر نوري مايان وحوي داد كودي بونو انت حدينا وان كحرين انا ودك ماشي اتكالي ادنتي ان اقابل انسان اذن كايقان دانتا دالكا اي دانتا دادكا مردن بي هودنا هكذا هدينا عبقنا هكفر حيننا انقنا هنا خسارينينا دالكنا خسارينينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انت واي بشا ديسمبر تهي كوبيا اللباتن وحن شيد شرائد كان ودوبا ياه وحن ديدي وحل ديداء بان أركي لور إشو أنه هدالو نهي خاتمي استيد هدالو دقالن لي هدالو إسحرين لي هدالو دمان لي هدالو داوعن لي هدالو ددك يجي في ديني حرية ديانو دوريني iyo madax barnaamijyadii aanu doonaynay iyo garaadadayadii aanu sabornay taladayada u dhiibnay mustaqbalkayaga u dhiibnay caruurtayadii u laynay walaaladayadii u laynay dadkayagii u fidaynay ee sida wacan u hadlay ee sida wacan u kulmay ee aanu ku kalsoonaanay hadda waxay keenay إن نظام مالك الله قد كأبيا شود للاي ويلا شود للاي هو يوين كود للاي عرده دي للاي ولا دي للاي إي عن إسن قرة أو ويل كيسو دنتي أو دقال كاكو دنتي إي إسن قرة أو ولا الكي دقال كاكو دنتي آنو تشيرين يا وحالا كيني إن أنجي نلقو فرعضو نتبان مالك هادلو هادا هوادا ليسو مريو لقا فرحيو اسن ام يعدو جي آد يا آد يا آد بان وغحنا إلا حالي إلا شالي وحا اي نمكي اسمادا ها اي اسماد يدو بحانت اي هوادا يسو مرينا يان اي وحا آنو قبلو اي وحا آنو ودا كوسو مرري iyo waxaanu dadka yagii u fidaynay kala labay noqoto waxaan leeyahay isimada dhulbahanto wiilashiinu dagaalka kuma dhiban kulligiin kuwaad dhasheen kuma dhiban walaaladiinna kuma dhiban kuwii yagii baanu fidaynay sharafka dadka iyo sharafka dadka iyo sharaftiinnaba u fidaynay nama qabato inaan lagu faygartaan nama qabato إن كلمة مالك هذا لما قبطينا هوا يسو مريسان هذا الله ما قبطو ضدك عين كاس أن لغا خسارة قبلنا أن لغا ضدك يجويني ميدا وين ضدك مي بايدين في يو وحان ليه تماهيري ميرا تورتان با أرنكا هوسو لأغا اسم مدينو inay ina maqlaan oo waxaynu doonayna yidhaahdaan oo waxaynu ugu talinay yidhaahdaan oo waxaynu rabnaa yidhaahdaan mooyaane siday doonaan iyo inoogu saxsocon jamaahiirta saasaan leeyahay meel kasto aad joogtaan waxaa laga farxiyey cadowgii waxaa laga farxiyey snm waxaa la hawada ayaa laysu mariyey hadal waa qof qaar baa cid baa ka dhexhadashay qaar bacid baa ka dhexadashay mana qabataa mayna qabataa nama qabato maanan sugay maanan doonin isim qura oo boqol kun oo dollar bixiyey ma jiro
مالكي دتك يا دتكي دتك يجي بان ودك كحرين مدحي دونته ان مدكين بان مالك هادلو مدحي دونته ان الضغو فلادان مدحي دونته ان الاس اس سي كهرتمادان مدحي دونته ان مامله اكتان طالكن اس اس سي باله هرتي باله حريستي حريسان اياه كفلان ننبت جليه اما اسككين قبانين ولا دادو حلوان مجراتاتين محمد حلقا مدباتين بس السياسيين باتي معاي دوكو مراي سياساتا حاجه وصو مرتين فلاها كلاب بحا سياساتا ادى السياسات دو رائق مضي سياسات ده اللي ادىي شد سلايد بانو قبان عسومات بانو قبان وحان لكو هذا اللي تشيف عاقل له هذا اللي يدي اللي مسودي هوس دي ديجين ايقو حوضا يسوم برينا يا هذا الكي كالي او ايقو هذا اللي يا اي سوى سارين معانونا معانونا سي هذا الكي يقو حقار بسم الله الرحمن الرحيم سودو وادا صاحب يال ميل والبوا جوكتان قيبتان وحان كوغلو وداغي دونا معلومات مهمة oo ku saabsan go'tada golaani oo gabi ahaanba laga saaray furmaha dagaalka warbaahinta al jazeera macluumaadka go'dhow ay baahisay oo arinta ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa iyo xamaas oo shaacisay in ka badan 700 oo gaadiidka dagaal ee ciidanka Israa'il ay ku gubeen furmaha dagaalka tan iyo dagaalka markii uu bilowday sidee ayay arintaas u dhacday afayeenka go'tada al qasaam oo warbaahinta la hadlay sharaxaad dheeraadna ka bixiyay maxabiista ay dileen ciidanka Israa'il ayaan eegi doonaa iyo wadarta guud ee qasaaraha laga gaarsiiyay ciidamada Israa'il 24 saac la soo dhaafay maxaa ka dhacay Qaayoonis maxaa ka dhacay Ramalla oo daanta galbeeda xaaladda guud wada hadalada iyo Israa'il oo caawa shaacisay ku dhawaad 4000 oo ciidan Faransiis ah inay ka dagaalamayaan marinka Qasab hadii aan ku hormarno go'tada Ciisadin Al-Qasaam ayaa caawa waxay soo bandhigeen 3 maxabiis ah oo ay sheegeen inay dileen ciidanka Israa'il muqaalkan waxa ka soo muuqanaya 3 maxbuus oo gacanta ku sida warqado ay ku qoran yihiin magacyadooda iyo nambaro sidoo kale waxa muqaalka ka soo muuqanaya iyaga oo faraxsan kuna jira mid ka mid ah qolalkii lagu haya maxabiistan si gaar ahaneed ayaa go'tada Ciisadin Al-Qasaam ay u daabaceen maanta muqaalkooda iyagoo markii dambana ku soo dul qoray annagu waxaan doonaynaa inaan badbaadino oo ay noolaadaan laakiin ciidanka Israa'il ayaa dilay oo Netanyahu ayaa go'aansaday inuu dilo dadkiisa muqaalkaas ayaa qoraalka lagu soo dul qoray waxa uu ahaa luqadda Carabiga, Ibraaniga iyo sidoo kale Ingiriiska. Waxaana ka dhigan tahay in dadka Carabeed ay fahmi karaan, dadka luqadda Ingiriiska ku hadlaya ay fahmi karaan, fariinta kale ee luqadda Ibraaniga lagu soo qorayna waxay ahayd in la gaarsiiyo guud ahaan shacabka Israa'il. Go'tada Ciisadin Al-Qasaam waxay sheegeen markaa in ciidamada Israa'il ay dileen saaxiibadood Netanyahu oo go'aansaday inuu iyaga dilo. Waxay ka dhigan tahay markaa in lagu duqayo goobta ay ku sugnayeen Hamas ma aysan soo bandhigin qaabka loo dilay 3 maxbuus waxa suuragal ah inay ku dhinteen duqeymaha ee ka soconaya marinka Gaza oo diyaaradaha dagaalka Israa'il ay fulinayaan dhinaca kale go'tada Ciisadin Al-Qasaam ayaa shaaca ka qaaday maanta isku dhacyo inay ka dhaceen xaafada dhowra oo ka tirsan marinka Gaza si gaar ahna Koonfurta Bartamaha iyo Waqooyiga magaalada Gaza hadii aynu ka hormarno deegaanka lagu magacaabo Yarmouk oo ka tirsan marinka Gaza iyo wadada la yiraahdo Al-Jala oo dhacda bartamaha magaalada Gaza waxay sheegeen in halkaas ay ku dileen tiro kamid ah ciidanka Israa'il muqaalada ay soo bandhigeen sidoo kale waxa ka muuqanaya ciidamada Israa'il oo mid kamid ah xiriyaha marinka Gaza ay ka sameysteen ku sugan oo qoryaha shiishka ee Al-Ghul loo yaqaano lagu tooganayo guutada Al-Qasaam waxa kale oo ay sheegeen waqooyiga magaalada Gaza inay ku dileen ciidamada Israa'il kadib markii gantaalka Al-Yasin 105 ay la dhaceen gaadiid ay wateen ciidamada Israa'il sidaas oo kale waxay sheegeen dhinaca Koonfureed ee magaalada Khan Yunis inay ku dileen tiro kale oo ciidamada Israa'il ka tirsan Khan Yunis dhinaca bari marka la eego waxay sheegeen in goob baylah ah ay ku bartilmaameedsadeen taangi ciidamada Israa'il ay lahaayeen taangigaasina waxay sheegeen 3 askari inay saarneed 3 askari inay ka taqaluseen yaani ay dileen afayeenka go'tada Ciisadin Al-Qasaam ayaa dhankiisa warbaahinta la hadlay Abu Ubayda waxa uu yiri tan iyo markii weerarka dhanka dhulka uu bilowday
todoba boqol iyo labaatan gaari oo ilaahayeen ciidamada Israa'iil ayaan ku burburinay magaalada Gaza. Afayeenku wuxuu si cad u sheegay in ciidamada Israa'iil ee gardarrada ama duulaanka gardarrada ku qaaday marinka Gaza inaysan guuleysan doonin. Waxa uu yiri mujaahidiinteena wili howlgalka dhanka dhulka ka soconaya iyaga ayaa ku sareeya. Qasaare xoogan waxay gaarsiinayaan ciidanka Israa'iil. Oo tan iyo markii dagaalku bilowday 720 kamid ah gaadiidka ciidamada Israa'iil ayaan ku burburinay gantaalka loo yaqaan Al-Yasin 500. Afayeenka dhaqdhaqaaqa ee Hamas Abu Ubaydan waa uu hadlay wuxuu yiri Israa'iil waa inay joojisaa gardarrada haddii ay doonayso maxabiistooda iyaga oo nool inay gacanta ku dhigaan mar kale. يعني gardarrada waxa uu la jeedaa dagaalka ka soconaya marinka Qasa oo dagaalka hadii aan la joojin waxa suragal buu leeyahay maxabiistana inaan la helin sidaan oo kalena ay u dhintaan. Macluumaad ku saabsan wada hadallada ee la doonayo maxabiista in lagu sii daayo iyo qodobo kale ayaan goor dhow eegi doonaa laakiin aan ka hormariyo. Warbaahinta Israa'iil waxay shaacay ka qaaday in gootada lagu magacaabo Golani ay isaga baxeen magaalada Qasa. Gootadan waa gootada qasaaraha ugu badan oo ka soo gaaray weerarka dhanka dhulka ah. Telefishinka Al Jazeera iyo warbaahinta Israa'iil ayaa si isku mid ah sida u baahiyay oo waxay leeyihiin gootadan waxaa laga saaray guud ahaan magaalada Qasa kadib markii 6 maalin ay la kulmeen weerarkii ugu adkaa iyo qasaare lixaad leh oo la gaarsiiyay ciidankooda iyo gaadiidkoodaba. Gootadan Israa'iil ay ka saartay marka furmaha dagaalka waa gootadii ay sida weyn ugu faani jireen. كدي مركي سراكي شودا يعيدن كودي لديلي لحدن كي مالين الى صودا فاي ويكوول غليان فرماها دقال كي مرنك غزة هادا ديب ايا اللو ساري وقار كودوا لديلي كوا بدن نوالغ داوعي وحي هيد قوتادا لغو مقعدري قوتادا صفك هوري كبحيطان كا قوتادا ني فرماها مرنك غزنا سيدان ادين شاقة تلفشن كالجزيرة ايا باهيي او وربحينتان كاسو حيغان ايا سراكي شي عيدن كا اي وربحينتا اسرائيل. Gootadan waxa la aasaasay 22kii Febraayo sanadkii 1948 waa gootadii ugu horeysay ee taariikhda ciidanka Israa'iil lagu dhisay. Halku dhigooda wuxuu ahaa gootada koowaad waxa kale loogu yeeri jiray gootada ugu guulaha badan Israa'iil. Maalintii Axad ee la soo dhaafay taliyaha hore ee gootadan oo Moshe Kablaniski lagu magacaabo wuxuu baahiyay macluumaadka ku saabsan tan iyo 7 Oktoobar in 4 meelood meel ay dhinteen ciidankii gootadan ka tirsanaa. Wuxuu sheegay 82 askari iyo saraakiil inay ku dhinteen howlgalka dhanka dhulka ah ee ka soconaya marinka Qasa. Sidoo kale wuxuu sheegay gootadan tiraday ugu badnayd ee ciidankooda in lagu dilay furmaha hore ee dagaalka. Waxa si weyn loo xasuustaa taliyihii gootadan iyo saraakiil kale oo ka tirsanaa isla gootada Golani lagu magacaabo inay ku dhinteen xaafadda Sujaaciya ee magaalada Qasa kadib markii dhisma ay ku sugnayeen weerar ay ka fuliyeen xogaga iska cabinta ee Falastiiniyiinta. Telefishinka Al Jazeera oo soo xiganaya Channel 13 ayaa shaaciyay in kooxdan ay doonayaan inay dib u soo abaabulaan oo ay ku soo laabtaan suuragalnimadooda dagaalka ka soconaya marinka Qasa, laakiin wax la xaqiijiyay kabi ahaanba inay halkaas isaga baxeen. Lama sheegin waqtiga rasmiga ah waxa suuragal ah in lagu bedelay ciidan kale oo laba maalin ka hor Israa'iil ay sheegtay in lagu daabulay ama la geeyay dhinaca koonfureed ee magaalada Qasa, gaar ahaan xaafadda Khan Yunis, halkaas oo ay isugu wacanayaan saraakiishooda iyo ciidankooda ugu sarreeya. Ujeeddaduna waxay tahay inay gacanta ku dhigaan guud ahaan magaalada Qasa, laakiin noocyada dagaal ee kaga furan furmaha dagaalka ay fahmi la'yeen iyo halka laga soo weerarayo. Waana mid keentay in ilaa iyo 10 dhisme oo ku yaala xaafadda Sujaaciya inta ay qarxiyo ku xireen gabi ahaanba ay qarxiyeen maalintii shalay. Gootadan oo ah goota dhanka militariga oo si gaar ah u tababaran inay isaga baxaan furmaha dagaalka waxay ka dhigan tahay in waxyeelo daran ay soo gaartay, sidaa daraaddeed Israa'iil ay